لأول مرة على شاشة التلفزيون. دكتورة منال محي الدين، في يوم الحرب العالمي مهرجان لآلة الهارب ونحطه على الأجندة العالمية، مفيش في أي بلد عربي حاجة زي كده. أول تطبيق عملي هنا في برنامجنا عشان نتفرج عشان نستمتع. كمان شوية بقى العازفين العالميين هم اللي حابين يجوا. الموسيقى التصويرية تفضل كمقطوعة عظيمة وخالدة. يوسف شاهين كان قاعد في التسجيل مروحش خالص، يعني هو شايف حاجة بسرعة معينة عايزها كده، ألاقي فعلا هي واخدة بالها من حاجات لنا ولا يحيى واخدين بالنا منها. جنب تماثيل فرعونية بتقوم بالعزف في رسائل كتيرة جدا ما يقدروش هم يعملوها. هيجيبوا منين حاجة زي متحف الحضارة؟ ده تاريخ. عازفات الهارب المصريات من أرقى ما تسمعها الأذن، بتعلي من قيمة النغم والآلة الفرعونية والعازفة المصرية للعالم.